مرحبا، قف مستقيما بدون حركة كي يتم مقياس درجة حرارتك. شكرا. حرارتك مرتفعة، من فضلك المرجو التوجه إلى قاعة الفرح لمعرفة السبب. شكرا. حرارتك عادية، المرجو أخذ الاحتياطات اللازمة، تفضل بالدخول. سبيل خليد، متخصص في الإلكترونيات، مخترع ديال الجهاز هذا اللي هو عبارة على جهاز ديال السكانر ديال الحرارة. الجهاز هو 100% اوتوماتيكي بدون تدخل ديال الانسان. الجهاز هو السوفيغير توقف قدامه كيديتيكتيك الجبهة ديالك وكيعبر الحرارة ديالك وكياخذ هو القرار، قرار ذاتي واش غادي يخليك تدوز ولا غادي يحبسك. ناخذ مثال، في حالة إذا مثلا انا عندي الحرارة اقل من 37 كيحل هاد الباسيرور، كيحل هاد الساقطة هادي وكيحل كيخليك تدوز مع واحد لا سانتيز فوكال اللي كتقول لك خذ الاحتياطات اللازمة ديالك وممكن انك تفضل. في حالة ما اذا كانت الحرارة اكبر من 37 درجة كيعطي اون اليرت، كيعطي واحد الجهاز، كيعطي واحد صفارة الانذار اللي كتعلم واحد الجهة اللي مختصة مثلا اطباء ولا مثلا ممرضين ولا هذا باش كيكشفوا على الحرارة ديالك اشنو المصدر ديالها. في هاد الحالة ما كيخليكش تدوز حتى كيتم الكشف على المصدر ديال الحرارة المرتفعة. هاد الجهاز هذا هو ثمرة ديال واحد المجهود من بداية الحجر الى لحد الساعة، هو مصوب بمواد اولية اللي متوفر عندي في الدار. ما كاينش شي حاجة زعما كاينة اللي امبورتي من برا، كلشي مواد يعني اللي متوفرة في الدار ومواد اللي متوفرة عندنا في المغرب الحمد لله. يعني هو جهاز مغربي 100%، الهدف منه هو تشجيع الصناعة ولا الابتكارات المغربية. حرارتك مرتفعة، من فضلك المرجو التوجه إلى قاعة الفرح لمعرفة السبب. شكرا. في نفس الوقت هو يعني غادي يساهم بشكل كبير، سيرتو مثلا ناخذ على سبيل المثال في البؤر الصناعية اللي كنلقاو فيها مثلا واحد 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 الشخص اللي مسؤول على أخذ الحرارة للعمال كيكون هنايا هو في موقف خطر. علاش؟ لان كيكون واحد لو بوين كوم، يعني واحد هو اللي كيتواصل مع جميع هذوك العمال في الصباح مثلا او لا في العشيه ولا المهم ديما عنده واحد لو ريسك، عنده واحد شويه ديال الخطر كيلعب فيه. بهذا الجهاز هذا نقدر نقول لك يعني غيكون مو عنده تقريبا هذاك الدور اللي غادي يقدر يعبر الحراره ديال هاد العمال هادو بدون ان يشكل خطر لا على العمال ولا على اي واحد. وزائد انه سهل في التعقيم، ملي غادي يساليو لوبيراسيون غادي يتم التعقيم ديالو على اساس انه يستن في العمل اليوم الموالي ولا الساعه المواليه. بالنسبه زعما المجموع ديال ربما ديال الاختراعات اللي اخترعت يقدر يكون هذا واحد العاشر ولا 12 اختراع اللي درت، يعني اللي درت البيبليسيتي ديالهم يعني جوج في دوزان وجوج مع هيسبريس اللي كانوا في دوزان كان في 2004. هو اختراع عباره عن جهاز انذار عبر الهاتف المحمول. الاختراع الثاني في دوزان كان هو عباره على واحد لا دوموتيك، يعني واحد القفل اللي كيتحل عن بعد من اي مكان في العالم. والاختراع اللي مع هيسبريس الاول كان هو واحد جهاز رادار اللي كيخدم بالتكنولوجيا اللي هي الـ RFID لا راديو فريكونس. وحاليا الاختراع اللي كتشوفوا حاليا هو عباره على واحد سكانر روبوتيك اللي ديتكتي الحراره وكيعبر الطول ديال اي انسان كيف ما كان نوعه، كيعبر الطول ديالو كيمشي يوقف عند الجبهه ديالو بالضبط وكياخذ هذيك الساعه هو القرار واش غادي يدوز يخليه يدوز ولا ما يخليش يدوز تبعا درجه الحراره اللي عنده. جميع التجارب ولا جميع الاختراعات اللي درت لهم لا بوبليسيتي ما كانش حتى شي التفات اللي غنقولوا من ماشي جهه مسؤوله تابعه للدوله. كنتمنوا ربما من خلال هاد الاختراع هذا تكون واحد التفاته، سيرتو ان احنا محتاجين بحال هاد الامور هذه
في هذا الوقت ديال كورونا، لان تقدر تسهل علينا واحد يعني واحد تقدر تسهل ان نقدروا نكشفوا على 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 يعني على الناس وبلا ما نضروا واحد الشخص اللي غادي يقدر يكون كيدير هذا الدور هذا ديال الاله هذه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.